طبعا الإنسان وخاصة الفنان الممثل الدرامي هو مجموعة تراكمات ثقافية وعلاقات ودراسات ولقاءات. فأنا بالنسبة لي زيارتي لأمريكا فعلا ستكون نقطة جميلة في حياتي ونقطة مهمة ستضيف إلى كل ثقافتي ثقافة وكل معرفتي معرفة جميلة وجديدة جدا. أنا شعرت أنه بعد هالزيارة ولقاء هدول الناس الرائعين شعرت أنه علي مسؤولية أكبر، لازم قدم أكثر، لازم اهتم أكثر، لأنه في ناس بعيدين عن عيوني متواصلين معنا وواجبي تجاههم كبير جدا، فلازم أنا عيد النظر بكتير أمور وساوي عندي باور طاقة أكثر وقدم أحلى.